اخوتي مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد عاوتاني، مغامره جديده. اليوم مغامره بحد ذاتها باش زوينه. غادي نمشي نكتشف واحد الغابه ساكنه وسط واحد المراه بوحدها، وغابه مهجوره، يعني ستريس والخوف ديال بصع. الحاجه الزوينه والواعره اللي كاينه هنايا، انا جيت لواحد السوق هنا هو الاول، بعدا عاد غنكمل الطريق ديالي لديك الغابه اللي مهجوره. كما قلت لكم غابه مهجوره وساكنه وسطها واحد المراه ساكنه بوحدها، على حسب ما كيقولوا كاينه هي وكاين معاها واحد الحنش اقنيه هما اللي عايشين معاها. سو دابا البلان وما فيه، جيت لهاد السوق هذا اللي كيقولوا ليه لاربعة الصخور. المهم انا غنبارطاجي معكم اي حاجه، عاد نكمل الطريق لديك الغابه. نمشي للخافة غير كونو هاني يعني غندخل لها. ساعة وانا مضارب معاها باش تشعلي، الله شعلت لي. دابا انا كنسخن في الحمام. المهم والله يا شيخ احسن تدويش هذا الوشي هادي، غنمشي نوجد راسي باش الغابه ان شاء الله. المهم الدراري دابا حنا شادين الطريقه، ما غاديش تدخل معايا ياسين ورضوان، غادي يدخلوا معنا للغابه. شكون عنده شي معلومات على هاد الغابه، شي بلان، شي واحد؟ اخويا سمعت شحال هادي قال لك واحد القنيه تيفت ولات بنادم. تقدر باش تقلع فيا ولا شناهو؟ نو معاك اخويا. المهم احنا غادي ندخلو غنشوفو شنو كاين، ما نسيناش هادي باش ما يطفاش لنا التليفون. باور مان الدراري والله هذا خايفين، انا حاسس بهم خايفين. هذا وين؟ دير اللي زين. بغيتش اسمع نسمعو الاصوات ديال الطيور. شوف ان شاء الله ما حيد الدراري حيد الضحك صافي. المهم الدراري حنا دابا وصلنا هنا للدخله ديال الغابه، عرفتي شنو هو كتخلع. هادي هي البدايه ديالها من هنا. المهم تضرب لي على الشوك اصاحبي. المهم دابا كيفما كتشوفوا الدراري حنا حابسين الطريق باش ما يدخل حتى شي واحد، ولكن حنا غادي ننقزو وغندوزو ضروري ما شويه المغامره. بين الناس ما كاين شي دار، قال راه وصلنا. المهم انا نبارطاج معاكم اي حاجه. وصلنا الخوت هذه النهايه ديال الغابه. هذا راه شي كيخلع صح دوين دوين كيصاوب اخويا الكلاب. الدراري خايفين، الدراري بلاش بلاش انا غندوي معاها. لاباس ها لاباس، واش حنا في امان الله؟ دخل 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 سبحان الله العجيب. ادخل امشي كيف ضفع
خويا يدخل انت حنا جايين معاك. كاين شي واحد كانت صبت عليها شي شيء يمكن على حسب ما كان هذيك الدار اللي الله كانت ساكنه فيها اللي رابت الدار اللي ريبت الشا فين اللي الله هنا يا الله لا وي راه كانت في الاخره انت هنايا قايل عليك اللي كنا دايرين هنايا حنا حنا كاسبينها هنايا حتى هي هنا في الريف لا وليدي حتى حاجه ما كانت هنا في الشقه منين ما درتي السي بي ما بقاش لي علاقه ما بقاش والو لا لا ما بقاش وليدي ما شفت عمرني ما شفت شي مال في الفريخات الكبار الصغار كنت كانت كي شي تصدق التعلم جبت ليها تمام كلاسه كامله ندخل عليها في الغيرة راه كيف كيف تعرفي تعلم ندخل عليها تركتها المهم هنا وصلنا عند المغرب ما كاينش شي حاجه اللي كتخلع بزاف كتكون احسن من شي ياك رضوان المهم كاينين شي حوايج اللي غراب وشي حوايج اللي بزاف بحال هذه اللعيبه هذه انا نوريكم كاينين شي حوايج هنا اللي قدام واللي غراب بزاف واللي عرفنا هنا من أم الكبيرة كان عايش واحد الرجل فرنسي قبل الرحيل ديالو وصل وقت الرحيل ديالنا بعد ما خدينا جولة في البيت ديال أمي الكبيرة والقصة الزوينة اللي عودت لينا اللي كتحمل بزاف ديال المعاني يلا كنا عايشين اللحظة هذا شنو كيدير دابا هذا قولوا لي شنو كيدير يلا كما شفتوا الشباب ما كاين شي حاجة اللي الخوف وداكشي ياسين رضوان شبع لكم شبع لكم هو كان انا نجيو بالليل يجي بالليل لا مراه بوحدها ما كتشوفش فهمتيني ساكنه بوحدها شي معايا يعني صعيب صعيب الواحد انا اللي جون كنجي ما عرفناش بعيني وكلشي كلشي المهم كاين شي حاجه اللي خاطر ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك سبسكرايب وخليو شي كومونتير لتحت و الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الدراري صحابكم تهلاو